بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله تكونوا جميعكم بصحة وخير وسلامة وسعادة. رجعنا بجلايكوليسيس 2 المحاضرة الثانية، والمحاضرة الثانية لدكتورة نسرين أيضا. حكينا أنه راح نشرح إن شاء الله جميع الباثويز، فحكينا بالمحاضرة السابقة عن الباثويز العشرة 10 steps بالجلايكوليسيس. إن شاء الله اليوم كل انترميديت بدخل بتفاعل ما راح نحكي عنه، شامل تبييض شامل كل شيء طبعا. من دون ما نطول عليكم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حكينا انه احنا بالبداية عن الجلوكوز، تمام؟ حكينا عن الجلوكوز 10 خطوات، بننزل اخر شيء للبايروفيت، تمام؟ لما نوصل البايروفيت احنا بنحوله عن طريق رياكشن راح نحكي عنه لأسيتيل كو اي، تمام؟ واللي بفوت بالسيتريك اسيد سايكل او كريبس سايكل، واللي راح نحكي عنها برضو كذلك، تمام؟ طيب بس معلومة صغيرة، انه الجلايكوليسيس انه كامل حكينا وين بصير بالسيتوسول، صح؟ والأسيتيل كو اي بالميتوكندريا، تمام. حبيت انوه للنقطة هاي لانه راح نحتاجها كثير لقدام. طيب بالنسبة للجلوكوز، الجلوكوز بقول لك انه لما يكون بمناطق معينة زي الليفر بيكون جينرس، بيكون كثير كريم، بيعطي الخلايا اللي ناقصها جلوكوز، فكان give it to other tissues او cells، تمام. اما بالسكليتال المسل انانية كثير، تمام، فما بتعطيها لشغلات ثانيه، بتقول لا يا عمي انا ناقصني، انا على طول يمكن باي لحظه ينقصني، انا ما بصير، بتتحجج، تمام. فعشان هيك اتذكروا انه السكيلتال ماسل اللي احنا عندنا كثير بجسمنا، تمام، وهي لانها مثلا خلينا نحكي كثير سلفش وكثير انانيه وكثير مثلا بخيله برضو. فالبخيل لما يمسك ايده ويضل ما يصرف مصاري بالاخر بحوش كثير مصاري، انا عندي كثير سكيلتال ماسل، علشان هيك ذكروا انها سلفش، تمام. الجلوكوز حكينا انه عن طريق الهيكسوكينيز انزيم بنعمل فوسفوريليشن للجلوكوز عن طريق الاي تي بي، بتحول للاي تي بي، بتحول للجلوكوز 6 فوسفات. حكينا انه هذا ريفرسبل، صح، ولكن حكينا انه في بعض التشيوز في عندي انزيم جلوكوز 6 فوسفاتيز، هذا الجلوكوز، هذا الانزيم عفوا، بحول لي، برجع لي للجلوكوز، تمام. برضو انه انا بكون انا عندي جلوكوز 6 فوسفاتيز، هذا حكينا انه موجود في بعض التشيوز. طب والخلايا اللي ما فيها والتشيوز اللي ما فيها هذا الانزيم وين بيكونوا؟ بيكونوا في البرين سيلز والسكليتال ماسل. طيب يا ربنا شو حكمتك الالهيه انه في هاي المناطق ما في انا عندي هذا الانزيم؟ بقول لك لانه عندهم جلايكوجين ستورز، لانه بيخزن، تمام. عدم وجود انزيم معناه في تخزين، وجود انزيم ما في تخزين. ليش؟ لانه الانزيم بشوفه في وجهه بشقه بكسره، تمام. اما لما ما يكون قدامه بيظل بيعمل لي ستورينج، تمام؟ فنو ون تو بريك ات، ما في حدا بيقدر يكسره، فلهيك احنا بنستفيد منه. طيب الجلوكوز 6 فوسفات بروح على رياكشن بيعمل لي بنتوز فوسفات باثوي، بيعمل لي نيوكليوتايدز. فتذكروا انه الجلوكوز 6 فوسفات بيعمل لي بنتوز، بروح يعمل لي نيوكليوتايدز. طيب عن طريق انزيم اسمه فوسفو جلوكو ميوتيز بتحول لي الجلوكوز 1 فوسفات، يعني انا حولت من جلوكوز 6 على كاربون نمبر 6 لكاربون نمبر 1، تمام، عن طريق فوسفو جلوكو ميوتيز. هذا الجلوكوز 1 فوسفات بامكاني اني اعمل جلايكوجينوليسيس، احوله لجلايكوجين واعمل له ستورينج، تمام، خاصه بالليفر، واعمل له ايش؟ ستورينج. طيب او لما يكون انا عندي جلايكوجين بدي انا استفيد، بدي خلص يعني بدي افوت بكميه احتراق الجسم، مثلا صار هايبوغلايسيميا، ما في انا عندي جلوكوز، يعني نسبه السكر انا عندي في الدم قليله، فانا مثلا بدي جلوكوز، بدي يلا عمليه احتراق، الليفر ببلش يطلع، طب يطلع سيره جلايكوجين؟ لا، فبطل بيعمل جلايكوجينيسيس، بروح يحوله لجلوكوز 1 فوسفات، بالتالي برضو على الانزيم فوسفوجلوكوميوتيز بيحول لي جلوكوز 6 فوسفات، بدخل عمليه الاحتراق تبعت الجلايكوليسيس، تمام. بصير له هذا ايزومرايزيشن ستيب 2، بتحول لفركتوز 6 فوسفات، انا لعبت بالتفاعل، لعبت بالشكل تبعه ايزومرايزيشن، فتحولت لفركتوز، تمام. هسه الفركتوز بطبيعه الحال، الفركتوز 6 فوسفات بطبيعه الحال لحاله هو عباره عن امينو شوجرز زي مين؟ زي جلايكوليبيدز، جلوكوبروتينز، هذا بكون بريكورسر لهم. شو يعني بريكورسر؟ يعني يعني البلوك الاساسي، الشغله الاساسيه اللي بصنع منها الشغلات الثانيه، تمام. فامينو شوكرز، تذكروا انه فركتوز 6 فوسفات امينو شوكرز، او اني بفوت على فركتوز باي هيكسوكاينيز، تمام، عن طريق الهيكسوكاينيز بالاكسترا هيباتيك تيشو، تمام، بحوله للدي هاب، وبالتالي بعمل ايش؟ ليبيدز، وبالتالي هذا الشيء الرئيسي للاوبيسيتي.
أو إذا مثلاً كان بالليفر تيشوز عن طريق الفوسفو فركتوز عفواً 1 فوسفيت، ركزوا أنه 1 فوسفيت حولته من فركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1 فوسفيت. هذا بشو بذكركم؟ واحد بذكرني أنا لما أحول، لما أخزن الجلوكوز، لما يتحول الجلوكوز 6-1 فوسفيت، تمام؟ فبتحول برضو لديهاب نفس الشيء، يعني الاند ريزولت للجوز تبعتهم الجوز ديهاب، بالتالي جليسرول، وبالتالي زي ما حكينا المحاضرة الماضية، وبالتالي ليبيدز، وهذا السبب الرئيسي لأنه صح والدكتورة ركزت عليه. فذكروا أن أنا عندي شغلتين، لما يكون إكسترا هيباتيك خارج الليفر عن طريق الهكسوكينيز بتحول لفركتوز 1 فوسفيت وبالتالي ديهاب. أما إذا كان بالليفر فمباشرة بتدخل بتحول لفركتوز 1 فوسفيت في الديهاب، تمام؟ أما الهكسوكينيز بالإكسترا هيباتيك تشيو، ما في بالليفر، ما في هكسوكينيز، تمام؟ ما بتحول اللي زي. طيب الفركتوز 6 فوسفيت لما يجي أنا عندي فوسفوفركتوكينيز اللي بيكون mainly بالليفر بيحول لي على فركتوز 2-6 باي فوسفيت، وهذا significant allosteric activator للفركتوز للفوسفوفركتوكينيز 1. الفوسفوفركتوكينيز 1 حكينا انه احنا بنستعمله لما انا احول من فركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1-6 باي فوسفيت، تمام؟ اللي هي هون حكينا عنه، تمام؟ فأنا من وين بجيبه؟ هذا بجيبه لما أنا أجيب فركتوز 6 فوسفيت أمسكها بوديها للليفر، بقول لها يا إنزيم فوسفوفركتوكينيز 2 اشتغل اللي عليه، بتروح تصنع لي فركتوز 2-6 باي فوسفيت. هذا بيكون أكتيفيتر للفوسفوفركتوكينيز 1. فوسفوفركتوكينيز 1 بيروح يحول اللي هذا لهذا، تمام؟ من فركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1-6 باي فوسفيت، تمام؟ يعني هي عبارة عن لوب. أنا بكون أنا عندي هون بروح عن طريق إنزيم موجود بالليفر بحول لي إياه ل 2-6 باي فوسفيت هذا الفركتوز، وهذا وهذا بيكون إيش؟ اللوستريك أكتيفيتر سيجنيفيكانت، والدكتورة ركزت عليها إنه بشكل قوي للإنزيم الرئيسي اللي أنا بدي إياه علشان أكمل الجلايكوليسس، تمام؟ تمام. بتحول لي الفركتوز 1-6 باي فوسفيت عن طريق قلنا الفوسفو فركتوكينيز 1 هذا الإنزيم، وحكينا إنه هاي ريت ليميتنج ستيب، وحكينا انه هاي ابطا خطوه بالتفاعل اللي بتحدد سرعه التفاعل، انه هل هو سريع يعني هاي الخطوه البطيئه سرعت حالها، هل يعني انا عندي الجلايكوليسس السريع بطات حالها بطيء، تمام؟ طب كيف يعني ريت ليميتنج ستيب؟ بقول لك برضو بنفس الوقت انه ليش بطيئه وليش سريعه، لانها بتلاحظ مستوى السكر في السكريات في الدم، يعني هل انا بحاجه اكمل احتراق ولا اوقف والى اخره. فانه انهبيتد ديورينج هاي انرجي ليفلز، يعني انه انا اذا عندي هاي انرجي بالجسم بوقف خلاص، الجسم ما بده اكثر من هيك انرجي، تمام؟ عن طريق يا اما دايركت انهبيشن يا اما اندايركت انهبيشن. الدايركت انهبيشن عن طريق الاي تي بي اي ام بي، يعني مباشره شو الجزء الرئيسي، شو المين انرجي سورس؟ الاي تي بي، تمام؟ اذا انا شفت الاي تي بي مرتفع عندي فبروح بعمل اللوستركلي انهبيشن، اللوسترك انهبيشن، بروح بوقف عند خطوه نمبر 3، يعني بقول او ستيب نمبر 3 بقول له وقف انت ما بديك. اما اذا انا شفت انا عندي اي ام بي مستوى مرتفع، ايش يعني اي ام بي مستوى مرتفع؟ يعني انه انا صرفت طاقه وخلصت، طيب هل انا بدي كمان طاقه؟ اكيد، لانه انا من الممكن انه احتاج طاقه باي لحظه، فلازم انا اعمل طاقه، تمام؟ فاذا الاي ام بي مستوى مرتفع انا عندي لازم اعمل اكتيفيشن وبالتالي اكمل سلسله الاحتراق، بيكوز وي نيد انرجي، تمام؟ اما الاندايركت انهبيشن عن طريق السايتريت، شو هذا السايتريت؟ بقول لك هذا انترميديت بالكريبس سايكل، يعني بكون جزئيه بالكريبس سايكل، تمام؟ تمام. السايتريت هو عباره عن الاسيتيل كو اي بلس اوكسالو اسيتيت اللي راح نحكي عنه بالمحاضرات القادمه. طيب which citrate can enterate easily؟ بقول لك يعني عفوا انه بكون هذا انترميديت بالكريبس سايكل بكون موجود بالميتوكندريا، وهذا السايتريت بفوت على الميتوكندريا وبيطلع منها زي السلام عليكم سريع وبراحته بكيفه، تمام؟ علشان هيك اذا السايتريت مستواه مرتفع انا بعمل انهبيشن، اذا السايتريت مستواه منخفض بعمل ايش؟ اكتيفيشن، تمام؟ علشان هيك بنسميها ريت ليميتنج ستيب، يعني انه انا الخليه نفس الوقت بتقول يلا يا نسرع التفاعل يا نبطئه ونوقفه، تمام؟ علشان هيك انا بمشي على مهلي في هذا التفاعل، بتفقد اموركم، تمام؟ بدكم طاقه يلا كمل احتراق، ما بدكم طاقه خلص يلا شوي شوي بنمشي بنوقف او على مهلنا، علشان هيك. بنحول من فركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1-6 باي فوسفيت حكينا، والفركتوز 1-6 باي فوسفيت بصير له كليفج بين كربون نمبر 3 وكربون نمبر 4 عن طريق الالدوز، تمام؟ حكينا انه بيكون اللي جاب ودي هاب، وحكينا انه الدي هاب
بروح بعمل له ايزومرايزيشن وبحوله لجاب، صح ولا لا؟ لانه ما بنفع يكمل الجلايكوليسيس، او ما حب يروح يكمل احتراق، بقول لك انا يا عمي ما بدي اروح، انا بدي اروح اخزن حلى على فات. حكينا زي هيك صح؟ طب كيف بخزن حلو على فات؟ حكينا انه بتحول لجليسيرول، جليسيرول 3 فوسفات وبتخزن كاليبيدز. هذا مين؟ هذا الديهاب الداي هيدروكسي اسيتون فوسفات. طيب ستيب نمبر 6 حكينا انه انا بفوت عند النات بصير له ريدكشن وبصير لي اوكسيديشن ل 1 3 باي فوسفو جليسيريت، وقلنا انه بصير 2. ليش؟ لانه انا عندي الديهاب تحولت لجاب. تمام تمام. بيجي انا برضو انا عندي ستيب نمبر 7 حكينا 2 ATP ل 2 ATP فيرست انرجي برودوسينج ستيب اللي بتحول ل 3 فوسفوجليسيريت. 3 فوسفوجليسيريت يعني سربرايزنجلي انه بريكوسر للسيرين امينو اسيد. مين البريكوسر للسيرين امينو اسيد؟ 3 فوسفوجليسيريت. عيدوا معي، مين البريكوسر للسيرين امينو اسيد؟ 3 فوسفوجليسيريت. طيب بنكمل ستيب نمبر 8 حكينا 3 فوسفوجليسيريت عن طريق مثلا انه بيعمل انترنال شيفتنج، انا عندي كربون نمبر 3 على بتتحول لكربون نمبر 2. تمام، بعمل دي هايدريشن رياكشن، بشيل او اتش على كربون نمبر 3، بشيل اتش على كربون نمبر 2، بطلع اتش 2 او، بطلع مي. تمام، بحول لفوسفوينول بايروفيت. هذا المركب مشكله كثير، لو بلاحظ كثير او مش كثير، لا المركب اللي بعده البايروفيت. طيب برضه مشكله المركب هذا لانه بدك تحفظ، لانه عن طريق الانوليز بتحول لفوسفوينول بايروفيت. تمام، ركز، عن طريق الانوليز بتحول لفوسفوينول بايروفيت. طيب وقلنا هذا دي هايدريشن رياكشن، الفوسفوينول بايروفيت لو بنطلع لفوق شوي انه بيكون بريكوسر للاروماتيك امينو اسيدز اللي هم اسبارات اللي بيعمل لي بيرميدينز او ايش الاسباراجين. تمام، بيكون اروماتيك امينو اسيدز اسبارات، اللي الاسبارات بيكون بريكوسر للبيرميدينز اللي بيكونوا بالدي ان اي، بالدي ان اي قلنا بيرميدينز بيرميدينز والله ناسي شو الشغلة الثانية. تمام، وبرضو الأسبراجين. تمام، البيرميدينز والبيورينز. تمام، فقلنا الفوسفينول بايروفيت أروماتيك أمينو أسيد أسبريت بيعمل بيرميدينز وأسبراجين، الأسبريت بيكون بريكوسر للأسبراجين. تمام تمام، حكينا عن طريق البايروفيت كاينيز، وأخيرا بتخلص عندي الجلايكوليسيس بستيب نمبر 10 بتكون لي بايروفيت. البايروفيت عنده أربعة زي ما احنا شايفين، أربعة أسهم طالع منه. ف البايروفيت بيقول لك انه بتيجي انا عندي الاورال بكتيريا بان ايروبيك كونديشنز بتحول، بتجيب البايروفيت، بتجيب انا عندي نادج بتحوله، بتعمل للبايروفيت ريدكشن، بتحوله للاكتيك اسيد، وبتعمل للنادج اوكسيديشن، بتعمل لي نادج بلس ناد بلس. ليش هذا السايد رياكشنز؟ ليش على جنب مسكت البايروفيت وقالت له تعال احكي معك كلمتين واعمل فيك زي هيك؟ بتقول لانه الاورال بكتيريا علشان تكمل الفيرمنتيشن تبعتها احتاجت ناد بلس علشان تكمل السيتريك اسيد سايكل. طب وهي ما بتقدر تصنع ناد بلس، فعلشان هيك مسكت البايروفيت عملت له سايت رياكشن، عملت لي ريجينريشن للناد بلس علشان تكملها بالجلايكوليسيس او يعني من فوق، او بتكملها بالايش بالسيتريك اسيد سايكل والى اخره. تمام طيب، فلاكتيك اسيد حكينا انه هذا توكسيك. تمام ليش؟ لانه بالنسبه للتوث او دنتال بيعمل لي دنتال كاريز، بيعمل لي تسوس بالاسنان. تمام، فالبايروفيت مسكته الاورال بكتيريا على جنب، قالت له تعال احكي معك كلمتين، راح ضربته حولته للاكتيك اسيد وعملت للنادج اوكسيديشن وعملت لي دنتال كاريز. شو هدفها؟ هدفها ريجينريشن للناد بلس عشان تعملها بالجلايكوليسيس كمان مره وتظل تعمل لي فيرمنتيشن. طيب كيف انا بدي اعالج هاي المشكله؟ شو السوليوشن؟ بقول لك انه لما انت تستعمل معجون اسنان بيحتوي على فلورايد، الفلورايد هو عباره عن انهيبيشن او بيعمل لي كانسل ذا ورك اوف انوليز، يعني بوقف شغل الانوليز. الانوليز هدفه انه يحول الفوسفينول بايروفيت اللي بالتالي بيحول لبايروفيت، فهذا اندايركت انهيبيشن. تمام، عن طريق يعني غير مقصودي، يعني ما بروح للبايروفيت بقول له انت اقعد، لا تيجي الفلورايد بقول للانوليز انت اقعد. تمام تمام، برضو بالاوتو ديبرايفد سكليتال ماسل، يعني مثلا بعد فتره من انه السكليتال ماسل مثلا يعني مثلا اللي بيحضر فوتبول 90 دقيقه المباراه مثلا على الدقيقه 75 احنا بنشوف كرامس صار مع اللعيبه مثلا، او بدقيقه 90 او بالاشواط الاضافيه بتلاقيه صار معاه تشنج. ليش؟ لانه بسبب استهلاك كثير للسكليتال ماسل صار انا عندي ايش اوتو ديبريفيشن، بطل انا عندي اكسجين كافي في هذه المسل. تمام، فصفت ان ايروبيك برضو. فشو السبب؟ السبب بيكون انه بيكون انا عندي بايروفيت
وكان عندي NADH بلس عن طريق انزيم اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز. ذكروا ليش دي هيدروجينيز؟ لانه انا سحبت من هنا اتش تمام ولاكتيت علشان انا بدي اصنع لاكتيت، فبعمل لي اللاكتيت ونادا بلس برضو هذا بيعمل لي ريجينيريشن لها لانه بده جلايكوليسيس. شاف انا عندي والله ما يلا نعمل جلايكوليسيس يا شباب، طب ايه دقيقه شوي ما عندي ناد، كيف اعمل ناد؟ بقول لك تعال نعمل سايد رياكشن انايروبيك كونديشنز، بمسك البايروفيت على جنب بقول للنادج تعال انا اصلا مش بحاجتك بالجلايكوليسيس، تعال انا بدي نادج انا بدي ناد بلس تعال وبسحب وبكون من جديد. طيب فبعمل لي بيرنينج سنسيشن هذا اللاكتيت وبين بالمسل ديو تو build up from it. ليش؟ لأنه تراكمه بالخلية بسبب اللي إيش؟ burning sense، يعني بتحس إنه في حرارة، بتحس في cramping، في تشنجات في العضل، تمام؟ فشو مثلاً إذا صابرت مع الشخص شو نعمل إحنا؟ بقول لك resting for 3 days إنك ترتاح 3 أيام علشان جسمك يطلع اللاكتيك أسيد عن طريق الكوريز سايكل، تمام؟ الدكتورة طلبت إنه راح 3 أيام، ما يعني ما أظن هذا من التبييض يعني. فكيف كيف بتخلص الجسم عن من اللاكتيت عن طريق إيش اسمه كوريز سايكل، تمام؟ هذا كان بالأوتو ديبرايف سيلز. طيب البايروفيت شو كمان بيعمل لي؟ بقول لك البايروفيت فرضا أنت بتداوم بالمستشفى راوند شفت ليلي المختبر مسكر، تمام؟ في أنت شاكك في مريض معه هايبر جلايسيميا يعني معه مستوى جلوكوز مرتفع في الدم. طيب كيف أنت بدك تشتغل؟ تمسك أنت تيوب اسمه صوديوم فلورايد تيوب، تمام؟ وبتمسك نورمال تيوب، تأخذ العينتين الدم بتحطهم فيهم، كل واحد في دم، تمام؟ لما تمسك النورمال تيوب، النورمال تيوب في RBC، RBC ما فيها ميتوكوندريا، يعني تعمل لي جلايكوليسيس لأنه موجود فيها سيتوسول، بس ما فيها ميتوكوندريا، فما بتكمل عملية الاحتراق لآخر الرمق، لا، بتوقف عند البايروفيت، فبالتالي أنا عندي استهلاك، ليش؟ استهلاك للجلوكوز، صح ولا لا؟ لأنه بالتالي بتصير عندي بايروفيت، فبالتالي استهلاك الجلوكوز وأصلا في عندي كثير جلوكوز بالتالي بيعطيني فولس نيجاتيف ريزولت. ليش؟ لأنه إذا كانت العينة مثلا 180 نسبتها يعني مستوى السكر في الدم راح تحولت ل 120، هذا أعطاني فولس بوزيتيف ريزولت أو فولس عفوا يعني فولس نيجاتيف ريزولت، يعني هي المفروض لا أعلى، تمام؟ ما عندي ميتوكوندريا حكينا ما بتكمل اللي انا كريبس سايكل او سيتريك اسيد سايكل. اما بالنسبه للصوديوم فلورايد تيوب حكينا انه الفلورايد بيعمل لي انهيبيشن للانوليز، صح؟ اي حكيناها هون، بيعمل لي انهيبيشن الفلورايد للانوليز، بالتالي اذا في ار بي سي بدها تكمل بدها تكمل احتراق بتقول اوكي فور رايح، صح ولا لا؟ فستوبس ذا سايكل اوف جلايكوليسيس، بتوقف عن طريق انها تمنع الفورميشن للبايروفيت عن طريق انها تمنع الانوليز انزيم زي ما حكينا. فهاي يوزد ديورينج ذا لونج ديليز، يعني انه انا اخذته مثلا على الساعه 10 اللاب بفتح على الساعه 8 الصبح، فباخذ العينه بحطها باني اف تيوب وخلاص. طيب البايروفيت برضو بركوسور للالانين امينو اسيد، بايروفيت الانين، بايروفيت للمين؟ يلا الانين بالضبط. طيب البايروفيت عن طريق reversible reaction عن طريق fatty acid oxidation under aerobic conditions، aerobic conditions تمام، بعمله fatty acid oxidation بتحول لأسيتيل كو اي، تمام؟ هاي عبارة عن regulation step، عبارة عن ايش regulation step؟ رح نحكي عنها في المحاضرات القادمة ان شاء الله. طيب الأسيتيل كو اي، الأسيتيل كو اي ببلش انا عندي حكينا بالميتوكوندريا في بداية المحاضرة، صح ولا لا؟ الميتوكوندريا برضو بيروح على سيتريك اسيد سايكل او كريبس سايكل والى اخره، وراح نتحدث برضو بالمحاضرات القادمه عنها. طيب بالنسبه للاسيتيل كو اي، تمام، اذا شفته بالسيتوسول اب نورمال، ليش؟ لانه بيصير بالميتوكوندريا، صح ولا لا؟ طيب واذا شفته بالميتوكوندريا نورمال، الامور تمام التمام، تمام. برضو انا عندي تفاعل راح ناخذه احنا ان شاء الله لقدام، انه الاسيتيل كو اي بلس اوكزالو اسيتيت راح يتحول للسايتريت، وهذا حكينا السايتريت بفوت على الميتوكوندريا وبطلع منها زي السلام عليكم. برضو حكينا انه بفوت على الريفرسبل على الاسيتيل كو اي على السيتريك اسيد سايكل. طيب شو الفيتس تبعت البايروفيت؟ بقول لك الفيتس تبعت البايروفيت وين ممكن يروح؟ عن طريق الديفولت انه بفوت على الموست سيلز عن طريق الايروبيك، بيعمل لي ايش؟ وكونه البايروفيت 3 كاربونز والاسيتيل كو اي 1 كاربون، عفوا 2 كاربونز، يعني البايروفيت 3 كربونات والاسيتيل كو اي كربونتين، فبالتالي راح يخسر كربوني اثناء هذا التحول فبيطلع لي سي او 2. طيب وهذا كونه الموست سيلز وبصير عن طريق الايروبيك كونديشنز وبصير بالميتوكوندريا بيطلع لي من 30 ل 32 اي تي بي،
تمام بصنع لي اياهم عن طريق احنا ان شاء الله راح نحكي انا بالتفاعلات القادمه انه بيعمل لي للاسيتيل كو اوكسيديشن بيروح السيتريك اسيد سايكل بلم النات وبوديهم للالكترون ترانسبورت تشين نادتش بفوت لي اياهم على الالكترون ترانسبورت تشين وبالتالي يعني بحرق لي الكربونتين تبعت الاسيتيل كو اي فبالتالي بيعمل لي احتراق كامل للمكون الاصلي اللي هو الجلوكوز. طيب برضو البايروفيت عن حكينا عن طريق السايد رياكشن اللي بيصير بالأورال بكتيريا بيصير برضو حكينا بالأوتو ديبرايفد سكليتال مسل إنه يتحول للاكتيت ليش لأنه بيعمل بده إيش ريجينيريشن للنادا بلس برضو بيعمل لي بايوسينثيسيس للأمينو أسيد حكينا الألانين تمام البايروفيت بيعمل لي ألانين برضو بيحول نفسه لماليت برضو بيحول نفسه لأوكزالو أسيتيت تمام تمام بالنسبة لليست بالنسبة للفنجر تمام للفنجس برضو الفنجس بتعمل لي جلايكوليسيس زيها زي الاورال بكتيريا بدها ريجينيريشن اوف نادا بلس عشان تكمل عمليه احتراق للجلوكوز. طيب واثناء عمليه الاحتراق هاي شو بتطلع لي؟ بتطلع لي سي او 2. هذا السي او 2 بيعمل لي العجينه باف بيج هو اللي بنفش العجينه لما احنا نعمل عجينه وتيجي اليست هاي الفطريات بتستهلك البايروفيت فبالتالي طلع لي سي او 2. هذا السي او 2 هو اللي بيعطي خاصيه انه العجينه تنفش تكبر تمام. فبالتالي في اليست عن طريق البايروفيت بتحول لأسيتيل ألديهايد. الأسيتيل ألديهايد بفوت بعمل لي ريجينيريشن للناد بلس وبالتالي بحول الأسيتيل ألديهايد لإيثانول. الإيثانول والإيفابوريت يعني بتبخر. وهذا الحكي إحنا بنشوفه برضو أكثر إشي باليست بنعمل بنشوفه بالملك لما بدي أنا أحوله ليوغرت تمام. لما أحول الملك ليوغرت أنا بعمل لاكتيك أسيد. ليش؟ لأنه أنا بصير أنا عندي فرمنتيشن رياكشن زي وزي البكتيريا تمام. اللاكتيك أسيد بعمل the milk curdle يعني بخليه علشان يحوله ليوغرت يعني بعمل له هاي اللزوجة تبعت تبعت اليوغرت which in turn turn it to the yogurt تمام. فبيعمل لي الملك كيردل اللاكتيك أسيد تمام تمام. بالنسبة للأسيتيل كو اي فورميشن وين حكينا انه احنا بصير عندر ايروبيك كونديشنز بصير بالميتوكوندريال ماتريكس زي ما حكينا بعمل لي بايروفيت ثلاث كربونات للاسيتيل كو اي حكينا تو كربونز بعمل لي شاتلينج للبايروفيت فروم ذا سايتوسول از فاسيليتيتد باي بايروفيت ترانسلوكيز تمام. يعني بمسك الاسيتيل كو اي من السايتوسول بفقع لي اياه مباشره للميتوكوندريا عن طريق ايش بايروفيت ترانسلوكيز عن طريق ايش مين الريسبتور اللي بفوت لي البايروفيت علشان يتحول لي لأسيتيل كو اي في الميتوكوندريا. مين بحول لي اياه؟ مين اللي هو بايروفيت ترانسلوكيز عفوا الريسبتور تمام. فبعمل لي شاتلينج للبايروفيت بكون بالانر ميتوكوندريال ميمبرين. طيب بالنسبه للتحول هذا الطبيعي سريع سريع بالسيتوسول بكون انا عندي بايروفيت تمام بكون انا عندي ترانسبورت بروتين شو سميناه بايروفيت ترانسلوكيز بصير لي اوكسيديتيف فوسفوريليشن بتحول لي انا بالاخر لاسيتيل كو اي اسيتيل كو اي. طيب مين الكومبلكس بكون انا عندي بايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس. شو يعني كومبلكس؟ يعني بكون انا عندي ماني انزيمز انفولد تمام. دكتوره طلبت منا نحفظ البايروفيت ديهيدروجينيز تمام. زي ما حكينا انه انا بكون انا عندي 3 كاربونز هون بتحول ل 2 كاربونز ليش؟ انا بطلع سي او 2 زي ما حكينا بالفيتسو بايروفيت تمام. برضو بعمل من ناد بلس بحول لناد اتش بير 1 جلوكوز مولكيول انا بنتج ناد اتش لما احول لاسيتيل كو اي تمام تمام. برضو احنا حكينا انه انا مش حكينا او بدنا نحكي انه بكون انا عندي كو انزيم اي. هذا الكو انزيم اي هو عباره عن كارير بيرتبط على السلفر جروب بعمل لي سلفي هيدريل بوند مع السلفي هيدريل مع عفوا بعمل مع السلفي هيدريل بوند بعمل لي ثايو استر بوند. يعني بمسك الاسيتيل كو اي بطلع لي اياه من الميتوكوندريا اذا في حال اني مثلا رياكشنز بدها تكون خارج الميتوكوندريا. يعني هذا عباره عن كارير. الاسيتيل كو اي اذا انا خلصت منه بدي يعني اذا بدي اطلعه برا بدي احوله لسايتريت وبالتالي بيجي الكارير وبيطلع لي اياه برا تمام. يعني عندي طريقتين عفوا مش كو اي بمسكه عندي طريقتين يا اما اني احوله لسايتريت بطلعه برا وهذا الاشي بصير بالكريب سايكل ما بطلعه برا بس بحوله يعني او بيجي الكو انزيم ايه بيطلع لي اياه برا تمام. حكينا عن البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس دكتوره ما طلبت منا نحفظ الاسماء. عندنا E1 E2 E3 تمام. الكو انزيمز ثيامين بايروفوسفيت بروستاتيك جروب لل E1 اللايبويك اسيد بروستاتيك جروب ل E2 تمام. الفات ل E3 كو انزيم اي بيكون انا عندي برضه نيوكليتا نادا بلس بصنع لي هذا عباره عن كو انزيم.
وهاي الجزئية يعني حفظ، فهي بتعتمد يعني عليكم. هيك بكون احنا خلصنا الفيديو، حاولت اني اسرع قد ما اقدر، فانتوا ان شاء الله مع السرعة بكون الفيديو عليكم، مع التسريع بكون عليكم الفيديو اكثر. الله يعطيكم الف عافية، نراكم ان شاء الله في محاضرات قادمة. تشاو او السلام علينا وعليكم. هيك احسن.